السلام عليكم سادتي، تتابعونا على رأس الساعة القادمة في نشرة الأخبار الرئيسة. خلال لقائه الرئاسات الثلاث، وزير الخارجية السعودي يؤكد دعم المملكة للعراق ويشيد بمساعي تحقيق الاستقرار في المنطقة. لاسخار تقدم إحاطتها حول العراق أمام مجلس الأمن الدولي وتؤكد أن مواجهة التحديات مسؤولية جماعية. حكومة كردستان توافق على البرنامج التفاوضي مع الحكومة الاتحادية وتفتح باب عودة الحوارات حول النفط والمواسدة. مجلس الخدمة الاتحادي يصدق على أكثر من 4500 درجة وظيفية ويؤكد قرب إصدار وجبة جديدة لبعض التخصصات. ووزير العمل يعلن إكمال البحث عن المتقدمين للرعاية في قضائين بمحافظة المثنى ويتعهد بشمول جميع المستحقين. شكرا جزيلا لكرم المتابعة.